ميسون سمعوان كمان مو مبينين. وهلأ أحكي لأشوف ميساء، عيونك المبلبصين هدول، احكي لي شو شافوا اليوم. شو؟ اسمها ميسون مو ميساء. دخيلك انتي، ميساء ولا ميسون شو رح تفرق يعني؟ اسمعيني منيح بنتي، نحنا هلأ عم نحكي معك حكي نسوان. رفيف قالت لي إنك شفتي شوفي اليوم، هاتي قولي لي لشوف شو شفتي مشان ما كبر القصة. أنا ما شفت شيء أبداً. ميسون طلعي فيني، أنا بعرف كيف خليكي تحكي، بس اسمعي مني وقولي لحالك، لا تخليني هلأ أرتكب فيكي جريمة. ميسون بنتي الحلوة، يا أحلى المربيات، يلا أحكي. يعني أنا ميسون احكي وخلصينا. يعني أنا شفت رفيف خان ومربطت شي ببطنه وخبته، ما فيني أنكر هالشي. لا ميسون بلا خبته شفتها بعيوني. إذا أنا قلتلك ما شفتي معناتها ما شفتي ميسون. يعني لو ما شفت شي كان أحسن لي، مو هيك قصدك مديحة خانو؟ وهلأ يا ميسون، أول ما بتطلعي من هالبيت بتنسي كل اللي شافوا عيونك، وإذا رحتي حكيتي لأي مخلوق بتعرفي شو رح يصير فيكي؟ بقلعك فوراً. مو بس أنتي، رح قلع ناجية كمان وراكي. لا دخيلك، لا تقلعي دخيلك. يعني أنا ما بعرف قديش عليها ديون للبنك، بيجي البنك وبياخد لك كل الحيلة والفتيلة وبتتبهدل، وإنتي رح تكوني السبب. دخيلك مديحة خانو، خالتي عليها ديون كتيرة ووضعها كتير صعب هلأ، لا تقلعيها. معناتها تمك هذا بتسكري، مفهوم حكي؟ يعني هلأ أنا إذا ما حكيت شي لحدا ما بتقربوا على خالتي ناجية، ما هيك مديحة خانو؟ إيه طبعاً، ناجية صار لعمر بتشتغل عندي، إذا بدك تدمري المخلوقة روحي وأحكي. أنا ليش لحتى أقلعها؟ يعني كل القصة واقفة عليكي انتي ميسون، فهمتيني منيح؟ بسكروا لأتمي، ما رح أحكي، ما رح أحكي شي بنوم، وأنا ما شفت شي. ها، ردي بسرعة وأحكي وكأنه ما صاير شي، يلا. ألو، أهلين فتون خانو. ميسون وينك لهلأ؟ مو منتبهة على الوقت؟ يلا تعي. ليكنا كنا جايين هلأ، بس اسماعيل بيك ما عم يشبع من شوفة سمعه. يلا جايين فورا يا خانم، لا تقلقي انتي، جايين فورا. كملي هيك ميسون، برافو، انتي ما شفتي شي ابدا، لا سمعتي ولا بتعرفي شي بنوب، يا اما انتي بالاول وبعدين ناجية. إجا جان، شو بدي أعمل هلأ؟ إجا جان. بنتي لا تتوتري، خليكي طبيعية. ميسون أهلا وسهلا حبيبي. أهلا حياتي. أهلا فيك رفيف، كيفك؟ ميسون أنت شو عم بتساوي هون؟ وينو سمع؟ أنا ميسون إجت لحتى تشوف خالتها ناجية. طبعاً هي لما إجت لعند ناجية جدك شافوا لسمعوا، ورفيف كمان إجت لحتى تشوفني، كلنا التقينا هون. أها ماشي ماشي فهمت. اوه تاخر الوقت كتير، جيبي سمعوا، يلا خليني اوصلكم على البيت. ليش لحتى توصلون؟ الشوفير بيوصلون. مستحيل، ما بصير هذا الشيء، هذيك السياره ما بتمشي على التلج. شو ما سمعتوا اخبار اليوم عم بيقولوا انه التلج رح يكبس بعد شوي؟ يلا انا بوصلكم. ايه طيب ماشي. فيني روح مديحة خانو؟ طبعا يا روحي فيكي تروحي، شو هالحكي. اصحك تنسي الشيء اللي قلت لك يا والا. جدي هالولد ما بيشو بيعمله، خذوا ابني على مهلك عليه. تعال لشوف، تعا 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 تعا. كيفك حبيبي؟ كيفك يا روحي؟ يا عمري انت يا روحي انت. سمعوا يا روحي انت. لك انا اذا ما شفته لسمعه ما بقدر اعيش نهائيا يا جماعة. يا الله قديش بيحبه، لو كان ابنه شو كان صار فيه. بكرة بدنا نحمل ولادها. فكر انه هي رح تجيب له ولد، والله حرام حرام والله. ليش هيك عم تطلعي فيني ميسون؟ لا ولا شيء، ما في شيء. يلا يلا ميسون تحركي، خلينا نمشي. حاضر جنبي. يلا 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 تصبحوا على خير. الله معكم. باي. الله معكم يا ابني. تعي كنتي الشقرة، تعي. ومثل ما
ما لنا شايفين أعزائي المشاهدين زيادة الهطولات الثلجية بشكل ملحوظ، وفي الساعات القادمة نتوقع اشتداد العاصفة الثلجية، لذلك يرجى توخي الحيطة والحذر وعدم الخروج من المنازل، ويتوقع انقطاع بعض الطرق بسبب العاصفة الثلجية واحتمال استمرار العاصفة. ألو ميسون انتبهي، يمكن الطريق يتسكر من الثلج. اهدي ولا تخافي فتون خانم، نحن على الطريق قربنا نوصل، وجان بيك عم يوصلنا. هذا كل ما لدينا عن حالة الطقس حتى الساعة، وسنوافيكم بكل جديد. استعجلوا شوي، لا تشغلوا لي بالي. ننتقل إلى النشرة الرياضية مع ميسون. أنت كيف بتتصرفي على كيفك ومن دون ما تسألي؟ كيف بتخلي جان هو اللي وصلك لعندي؟ ايه شو قالت فتون؟ والله قالت إنه تلج عم ينزل ورح تتسكر الطرقات، وقالت استعجلوا شوي. يا ميسون لما قلتي لأنه جان بيك رح يوصلنا شو ردت؟ هذا اللي بدي أعرفه. بصراحة هي ما قالت شي. شو صاير لك أنت؟ أنا؟ إيه؟ شو بدي يكون صار لي؟ ولا شي. عم تتنهد كتير وخلقتك مقلوبة ومبين إنك متضايقة ومانك على بعضك بالمرة، شو اللي صاير؟ خير شبكي؟ لا تكون أمي حكت معك شي ضايقك. أمك؟ لا أمك ست مقدرة ومستحيل تضايقني، بالنهاية أنا ما شفت شي أبدا، وحتى إذا شفت ليش لحتى أحكي؟ خلي غيري اللي يحكي مو أنا. ميسون شو عم بتقولي؟ ليش أنت شو شفتي؟ لا جنبك ما في شي، المهم نوصل بخير وسلامة على البيت. يا الله دخيلك. جان بيك عن جد شكرا لك لانك وصلتنا لهون، يلا تصبح على خير. روقي روقي روقي، انا كمان نازل، شبكي؟ بس هلا فتون خانم بتعصب. لا ميسون شو هالحكي، ما رح اتعصب، ليكي رح احمل سمع. طيب اخيرا. فوتي ميسون فوتي. يا روح خالته انت، عصفوري بردان. فوتي يلا طلعوا لفوق. شكرا تصبح على خير. لك فوتون روقي 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 شوي، شبكي؟ انا مضطر فوت شوي تواليت، بدي فوت على التواليت، متضايق كتير. مع السلامة. فوتون خانم برد كتير برا واكيد متضايق، خليه يفوت حرام عليكي. يدبر حاله بالجنينة. فوت على التواليت واطلع بسرعة، يلا يلا يلا. شكرا لك. حبيب خالته، تعال نفوت لجوا، تعال تعال يا روح خالتك انت، تعال. بدي أكلك اليوم. ليكي جون. ما عاد فيني. صحيح اسمع، انت
منظرك كان بضحك كتير. ريحة شو طيبة. اوه شاي ما هيك؟ يا ريت تجيبي لي فنجان لانه الشاي السخن هلا رح يدفي لي عظامي على الاخر. ايه على عيني وراسي جنبك. جيبي جيبي. وناقص غير يتعشى. عفوا؟ ولا شيء. حبيبي. شو سمحوا؟ تفضل صحة وهنا يا بيك. يسلم هاليدين. ميسون دخل عينك هدي عني. أوه. أخ جان بيك الطقس برا كتير بشع ولازم ترجع قبل ما يتسكر الطريق. لا تخافي عليه مثل القرد ما راح يصير له شي. سمعتي أنا مثل القرد والقرد ما بيصير له شي. خليني خلص كاسة الشاي ومنشوف. فتون خانم يمكن سمعوا اخذ برد يا اما عامله تحته يا اما بس غازات. رح اطلع لفوق اشوفه وغير له ثيابه. ماشي طيب يلا اطلعي. حبيبي سمعوا بدنا نطلع لفوق. ايه فتو شو عملتي؟ رحتي لعند مراد افندي ولا ما رحتي؟ وانت شو دخلك؟ ناقصتك انا. مو قلتي لي وانتي مبسوطه وعم تتمايعي لازم روح شوف مراد هلا جان؟ ها شفتوا بعضكم؟ كيف بتسالني هيك سؤال؟ اه بتعرف انك عم تلعب بعداد عمرك اصلا هالحركات. انت وميسون مزبطينا اول ما تنزل انا رح حاسبك. يلا اذا تزهرمت الشاي تبعك امشي من هون. لسه ما خلصت عم بشرب على مهلي. ليك فتون انتي ما فيك تتزوجي مراد يكون بعلمك. كيف؟ لكن وانت شو دخلك لحتى تقول شو رأيك؟ انا ما عم بستنى لحتى تاخدي رأيي بالقصة. لكن شو الموضوع؟ تفضل. لانه ما بصير تروحي وتتزوجي زلمة مو طايقتيه بس كرمال انك تجاكريني. جانتيكي ممكن تطلع من بيتي قبل ما هدو فوق راسك؟ يلا اطلع لشوف. لسه ما خلصت الشاي. خلص الشر. لك يا فتون انت عم تتصرفي غلط. معقولة تقضي عمرك مع واحد مثل مراد؟ انا ما عاد فيني اسمع الحكي اللي عم تقوله. تفضل روح لو سمحت. فتون اسمعيني انت بنت هبلة ومجنونة وبتعملي اي شي بيخطر على بالك. معقول تتزوجي مراد هذا اللي مثل لوح البوز؟ صدقيني انت على وشك انه ترتكبي غلطة حياتك. ما تأذي حالك هيك. يلا جان ليك عم تغلط كتير. يلا. فتون نبهتك. يلا اطلع بقى. فتون اسمعيني بس شوي عن جد عم قلك لا تتهوري. يا لطيف فوتي فوتي فوتي. بلشت العاصفة يا فتون أخيرا. إيه وشو بده يصير هلا؟ شو بده يصير برأيك؟ يعني أنا بدي ضل عندك. مضطر مو شايف التلج اللي برا والعاصفة الهوجاء اللي بتشيل زلمة؟ لا مو معقول ما بدي إياك تضل عندي بالبيت. لك هلا بشرفك أنا كيف بدي أطلع لبرا كرمال الله عم تتلج بالهبل برا؟ بركي صار معي حادث.
دخيلك يا أمي، دخيلك، شوفي شو عم بيصير هون. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، شو هاي علينا؟ شايفين الهوا برا شو قوي؟ العاصفة بلشت، العاصفة. الله يكون بعون اللي على الطرقات ويحميهم يا رب. نيم تسمعوا هلا، إن شاء الله ما يفيق مرعوب من صوت العاصفة. جنبك شو صار معك؟ ولا شي، رح أنام هون. يلا يلا روحي صبي لي كاسة شاي. إيه على عيني، يلا. إيه معناتها بسبب القرض كنتي زعلانة كل هالفترة؟ وأنا عم أقول ليش هالمرة متغيرة وعطول قلبة خلقتها؟ هاي أول مرة بتطلب زيادة، كان لازم تخبرينا. الله يخلي لي ميسون، وقفت جنبي لحتى دفعت القرض؟ ولا كان البنك رح يحجز على البيت؟ يعني ميسون بتعرف بهالموضوع؟ إيه طبعاً يا خانم، بتعرفه؟ إيه منيح، بتعرف من مصلحتنا. ما فهمت. مو ضروري، ما في شي مهم، يعني أنتوا أهل بالنهاية وجيبتكن وحدة. يعني لو إنك ما دفعتي للبنك وحجز على البيت، وقتها شو كنتي رح تقدري تعملي يا مسكينة؟ كنت رح أخسر البيت. معلوم، بنك هاد ما بيشفق على حدا بتخسري. والله يا خانم ما بعرف شو بدي ساوي بالدفعات الجاية. روقي شوي ناجية، بالنهاية نحن موجودين. عملت لك زيادة 30%، مبروك عليكي. وإذا ما صار مشاكل راتبك ماشي مثل ما هو. مشاكل شو مديحة خانم؟ الله أعلم ناجية، الله أعلم من وين. أحياناً البني آدم بياكل الضربة من أقرب الناس. وهلأ خلينا نمشي رفيف ونتركها تكمل بلا ما نعطلها أكثر من هيك. تصبحي على خير ناجية. وإنتي بخير. برأيك ما رح تحكي له شي لجان؟ ما رح تحكي له شي، إنتي وثقي فيني. سمعتي وضعهم هلأ تعيس وبيبكي، وبهذا الوضع مستحيل يفكروا يخسروا شغلهم. حسة ما بيطلع، حسة رقبتها بإيدي. شفتي جان شو عمل؟ تركني هون لحالي وراح لعندها. يلي بيسمعك بيفكر إنه تاركك بالصحراء. هذا هو. ألو شو جان، أطلع لعندك ولا تفوت؟ حبيبتي رفيف ما بتصدقي قديش الطريق صعب. بلشت تتلج هون بطريقة مجنونة وانقطعت كل الطرقات حوالينا. شو يعني الطريق صعب؟ ما رح تيجي لهون، رح تنام عند فوتون. رفيف مستحيل اني اطلع من هون هلأ، ليكي عم قلك في عاصفة تلجية برا ومستحيل تمشي السيارة بالطرقات. شو قصدك بدك تنام عندها؟ هيك شكله والله. شو بعمل لك، انحبست هون يعني؟ شو فيني اعمل؟ انتي كمان لا تطلعي، لا ترجعي على البيت او شي، خليكي عند اهلي وبكرة الصبح انا بجي باخدك. ماشي، يلا باي باي. ماله جاي لهون؟ قال العاصفة قوية ورح يضطر يضل عند ست الحسن. يا الله، لك نحن عم تطلع روحنا بالطول وبالعرض لحتى نبعد جان عن هالفصحونة أم قوي، بس بكل مرة القدر بيجمعون. لا ما بقبل بهالشي. ناجية جيبي لي تليفوني، رح أتصل بالبلدية ليفتحوا له الطريق، وإذا ما وافقوا يبعتوا له تراكس ببعت له هيلوكابتر. سمعتوا الأخبار؟ قال التلج كبس على آخر. شو العاصفة الثلجية يا ربي؟ ييه عن جد عم تتلج بطريقة بتخوف. مستحيل لا هيلوكابتر ولا ميلوكابتر رح يفيدونا. شايف عمي؟ علق ابني المسكين بكوخ الفصعونة. لازم يضل قاعد عندها لأنه ما بينطلع بهالطقس خطوة لبرا. أحسن ما يعمل شي حادث ويصحط بهالبرد، نعوذ بالله. أنا طالع أرتاح مرت عمي. طيب روح ارتاحي بنتي، الله يكون بعونك. شو صاير معها؟ شو بده يكون صاير معها؟ شو بده يكون فيها؟ حامل؟ ما بعرف ليش ما عم تقدر تتحملها. مديحة، أهلين رفيفة. قليلي، في إلك عندي خبر حلو كتير. خير إن شاء الله، شو الموضوع؟ جار رح ينام الليلة عند فوتون، رح يقضوا الليلة سوا. كيف؟ انت شو عم تقولي رفيف؟ انا وصلت فتون من شوي على البيت وجان ما كان موجود. لكن تعيش وتاكل غيره مراد. مو شايفتيني عم تابع موسم الكرز؟ ايه ما حبيته. لك
لك بنتي لا تقلبي هيك، قلت لك عم تابعه. جان انت مجبور تنام عنا الليله، امو مبسوطه فيك بنوب. اوعك تنسى هالمعلومه لو سمحت. والله عيب، شو هالحكي؟ شو بعمل لك يعني؟ اطلع وطير بالعاصفه بيكون احسن لك. شبكم شاي؟ ما بدي يسلم. يسلموا. يا ويلي على هالاثنين، بصراحة لابقين لبعض كتير، حوينتهم افترقوا والله حرام. جان شو بدأ يعمل مع هديك رفيف الحرباية الكذابة؟ لك أوف أوف. بوس ايدك، ممكن تثبتي على قناة لو سمحتي؟ لا تضلي عم تقلبي بالقنوات، فتر راسي. انت شو حشرك؟ لو سمحت، وجودك وعدمه واحد، لا تتمادى كتير. يلا انا قايمة نام هلا، تصبحوا على خير. تلاقي الخير. والله زعلت عليكي، انت كمان انحبستي عندي. ايه لا، شو هالقصة الكبيرة؟ هلا بحط راسي جنب سمعه وبنام للصبح. يلا خذوا راحتكم. يلا تصبحي على خير ميسون. تلاقي الخير. ليكي فتون. هاتي بقى لشوف. لك جان انت شو عم تساوي؟ انا كنت كتير جدي بالشي اللي قلته من شوي. ليش شو حكيت؟ بالله انا ما باخد كل شي بتقوله بجدية يا بيك. كتير مهضومة عن جد، مو معقول شو بتضحكي. الشي اللي قلته بخصوص مراد افندي، يعني بخصوص زواجكن انت وياه. فتون ليكي، انت ما رح تكوني مبسوطة مع مراد. نصيحة، لا تتهوري مشان تجاكريني، لا تعملي هيك. ولك اي مجاكرة هي جان؟ انت شو عم تحكي؟ ما عم بفهم عليك. انا ماني غبية وسخيفة لدرجة اني اتزوج بس لجاكر حدا بهيك قصة. يعني باصعب لحظات حياتي اللي كان واقف جنبي هو دائما مو. ليش رح تتزوجي لكان؟ لانك بتحبيه؟ بتحب جاوبك ليش عم بعمل هيك؟ جاوبي. لما فات الحرامي على البيت مين كان معي؟ مراد. ولما اجوا من الخدمات الاجتماعية مين كان عندي؟ مراد. ولما تعطلوا الحنفيات وطاف البيت بالمي مين كان في جنبي؟ جان. مراد. يعني بأصعب لحظات حياتي اللي كان واقف جنبي هو دائما مراد، ما كنت انت. صراحة مو هذا الجواب اللي كنت عم بستناه منك. سمعوا، هدول تاركين بعضهم بسبب كذبة بشعة. أنا كيف بدي أتحمل خطية هالكذبة؟ كيف رح شارك بهالكذبة وأنا عم بتطلع بعيونهم؟ اللي قول أي شي ولاقي لي حل. لا، أنا لازم أحكي كل شي لأختي فتون بكرة، لأنه هيك ما رح يمشي الحال. شو هالحالة هي؟ بكرة رح خبرها. ألو. نعم ميسون، كل شي مثل ما بدنا؟ الأمن مستتب، حول. الأمن مستتب، حول مديحة خانم. ما في أي مشاكل يعني؟ يعني أنت ما عم يخطر ببالك إنك تروحي وتحكي شي لفتون، ما هيك؟ لا
ليش أنا شو اللي بعرفه لحتى روح وأحكي لفتون خانم؟ طبعاً لا، ما بعرف، ما بعرف شي أبداً. لا برافو عليكي ميسون، تتعلمي بسرعة كتير. إيه ممكن بالمستقبل أعملك مساعدتي الشخصية وإيدي اليمين. بتسجلي لي كذباتي يعني. المهم يلا تصبحي على خير بنتي. إيه إذا صار وحسيتي رح يعذبك ضميرك مثلاً فكري فيني شوي. خاطرك ميسون، مع السلامة. مع السلامة. يا الله أنا شو بدي ساوي، شو بدي ساوي يا رب، ساعدني ساعدني، كيف لازم أتصرف؟ مساء الخير. أهلين، خير في شي؟ بسبب العاصفة صار في حادث كبير لقدام، الطريق مسكر لهذا السبب، ما بنسمح لحدا انه يمرق. يا ريت تلف وترجع منشان ما يصير معك شي. طيب شكرا لك، يعطيك العافية. الله يعافيك. فتون فيني فوت لعندك؟ لا. يلا بقى لو سمحتي بدي أحكي معك. بس أنا ما عندي أي شي لأحكي معك بنوبجان. فتون ليكي سمعوا رح يفيق على صواتنا، افتحي الباب وخلينا نحكي شوي لو سمحتي. فيني أقعد فتون؟ بعرف قديشك مزعوجة ومعصبة مني، حتى إنه فيني شوف هذا الشي بعيونك. وبعرف انك ضحيتي فيني كمان. ايه شو كان بدك اعمل؟ طيب معك حق، حتى فيني افهم ببساطة ليش انت مو طايقتيني وما بدك تشوفيني. ايه جان، قولي اللي بدك تقوله بقى لأني نعست كتير. لا تتزوجي مراد فتون. جان معلش تطلع لو سمحت. في مجال تسمعيني؟ ما بدي اسمع شي بنوب. يا الله دخيلك. فتون ما رح تكوني مبسوطة مع مراد. وشو عرفك يا حربوق؟ رح أقلك. يا ترى مراد بيعرف قديش بتحطي حليب بقهوتك وقديش السكر بيكون؟ بيعرف انك بتحبي مربى الفريز اكتر من اي شيء؟ اكيد ما بيعرف. بيعرف انه لما بتبحلقي عيونك وبتطلعي بالساف بتكون وقتها خطرت لك فكرة مجنونة فتون وإلا ما تساويها بعدين؟ وانه لما بتحملي القلم بايدك بتبلشي تحكي مع حالك وبتسجلي افكار حلوة؟ بيعرف هدول؟
بيعرف إنه لما بتكون الشمس قوية بتحطي كريم واقع عيار 50؟ أو إنه لما بتفيق الصبح أول شي بتعمليه بتقري برجك؟ بس إذا سألوكي بتجاوبيهم أنا ما بأمن بالأبراج. خلاص جان بكفي. ولما بتشوفي كلب بالطريق عيونك بيلمعوا، ما بيطاوعك قلبك وإلا ما تحمليه بحضنك، حتى إنه بتتمني تجيبيه على البيت. فتون مراد بيعرف إنك حاملة بجزدانك صورة لأبوك وأمك وكل يوم بتطلعي فيها، حتى إنك بلشتي تحملي صورة سمعه كمان معك، بيعرف هدول يا ترى؟ خلاص جان فهمنا. أكل من الشيش برك تبعك وما حبه؟ ها؟ تشردق فيه شي مرة؟ ركبتي انت وياه بالبسكليت شي؟ طيب يا ترى سبحتوا سوا؟ نظف معك البيت شي؟ انت وياه ضحكتوا من كل قلبكن وعالية اصوات ضحكاتكن؟ انت وياه عشتوا وتشاركتوا الحياة بنفس البيت فتون؟ لا ما شاركك. جاوبيني فتون، مراد بكي معك شي مرة؟ بكي مشانك شي؟ مراد ما بيعرفك بنوب، هو مفكر حاله بيحبك، بس أنا اللي بعرفك فتون، أنا بفهمك من عيونك وبعرفك كتير منيح. بعرف إذا أنت تزوجتي مستحيل تكوني سعيدة، فلا تعملي بحالك هيك. خلص جان اطلع لو سمحت. لو سمحتي فتون. جان ممكن تطلع؟ Konuşacak neyimiz kalmış, biz çoktan bitmişiz. Hep aynı sondan gün alıp sanki ayrılmaya yemin etmişiz. Ben kendimi böyle hiç sevmedim, yalnızlıktan çırılçıplak. Oh. Ben seni hiç böyle sevmemiştim, gideceksin diye korkarak. Hangimiz bir parçasını bırakıp gidecek diğeri uyurken? Peki ya hangimizin son sözü olacak, diğerinin adı yapayalnız ölürken? Hangimiz bir parçasını bırakıp gidecek diğeri uyurken? Peki ya hangimizin son sözü olacak, diğerinin adı yapayalnız ölürken? Sanırım önce ben
يلا أنا بدي روح. لوين رايحة بهالوقت؟ رح تشوفي ناجبك؟ آخ يعني هالزلمة أصلاً بيعصبني كل يوم. لا عمو أي ناجي بطيخ. إيه كل شوي بتسألني عنه. خلص انسى شو صاير لك. شو بعرفني بنتي؟ ما عم بفهمكم، شوي مناح وشوي متزعلين مثل طلاب المدارس المراهقين، وانتو اتنين عم تكابروا عيب عليكم. ليك عمي، اللي بيني وبين ناجي بيك علاقة محددة كتير، وما بظن انه رح نطلع عنا او نتخطى الحدود. ايه حلو مديحة، وهادي اللي عم قوله بنتي. انت ست العارفين بنتي مديحة، نحن ناس معروفين وقلنا سمعتنا بالبلد، مو حلو تطلع كلمة هيك او هيك. وفي ابنك جان صار زلمة طول بعرض، يعني انتو لازم تبلشوا تحكوا عن علاقتكم على الخفيف لحتى وقت يدرى باين صعق الولد. عمي شو هالحكي هذا من الصبح؟ بكلمتين مسحت فيني الاراضي.